والحقيقة حرص النادي الأهلي على احترام المنافسين دي مسألة رياضية مهمة جدا، وشفتوها في المؤتمر امبارح، وشفتوها أيضا في المؤتمر الختامي اللي الكابتن محمود الخطيب عرض فيه منجزات مجلس الإدارة. احترام المنافسين وده مش غاية من الرياضة، وده مش الهدف، أو ده مش حتى أسلوب المسؤولين الإداريين، حتى مسؤول نجوم الكورة. إيه رأيكم في قفشة؟ الراجل بيتجوز، حد من الجماهير عايز يحتفل بطريقة القاضية ممكن، رد قفشة إزاي؟ نشوفه في الفرح بتاعه. قاضي إيه؟ عيب قاضي، عيب يا جدعان، عيب عيب عيب. لا لا ما ينفعش ما ينفعش. قاضي إيه؟ عيب عيب قاضي، عيب يا جدعان، عيب عيب عيب. لا لا ما ينفعش ما ينفعش. هذه التلقية التي التلقائية التي رفض بها ان دي تكون مادة لل يعني للتهكم في هذه اللحظة، هو ده الرقي، هي دي احترام المنافس، هي ده النموذج اللي عايزين يعني ما راحش بقى ساق فيها وحب يكسب لقطة مع الجمهور لا بالعكس، استنكر هذا الكلام وقال له عيب. والله الكلمة دي لو اتقالت في اللحظات المناسبة هتقي مصر شر الكراهية في التنافس الرياضي.